يعني اليوم نحن بلشنا بالورشة العمل للمدربين دبي. بتنقوا المدربين حسب التسكية الأندية. نحن اليوم رح نشتغل على ورشوب طويل كثير كبير بتضمن المانجمنت تبع الفريق، بتضمن تحضير الفريق، بتضمن الاوفنس، بتضمن الديفنس، بتضمن التطبيقي والنظري، وكيف بده يشتغل مع اللعيبه الايدج جروب، الفئات العمريه، وكيف بده يشتغل على اللعيبه الدرجه الاولى، وهاو تو مانج كل هول التفاصيل اللي المدرب يتعلق فيها. سو اليوم نحن رح نبلش اربع ايام ومنكفي بشهر واحد مع اللعيبه اللي رح تتنقى من دبي سبورتس كونسل على الارض معنا بتشانس، لا نبلش نأهل هول اللعيبه ليوصلوا المرحله الاعلى، وبنفس الوقت المدربين رح يشاركوا اليوم، هن رح يكونوا عم يساعدونا بهذه المرحله. سو ان شاء الله ورشه كثير كبيره ونحن متحمسين كثير لنقوم فيها، وبعتقد رح يستفيدوا منها كثير.